فينا احنا تيسنا خدمه بزاف ولا غير بزاف خو اقسم بالله غير بزاف شاريا ابي بري البيسري سال البولونجي سال الخبازي سال مول الدواي سال كاع يسالو ايه كاع يسالو كي تجيبها منها هاك 500 هاك 500 تقعد لك 300 واش دور بها واش دور بها خلص المولى تريسيتي دور بها 300 خلص تريسيتي لحنت عليك الدوله جاتك حاجه خفيفه ومن بعد تقعد لك مسكه في الجيب يومين ومن بعد يا خويا راه تشوف فاميلي يرحم الشيخ نشري الحليب ولا بارك لك ربي ما مرضتش ولا ما مرضوا لك ولا ما مرضوش ربي ولا طاحوا لك زوج مرضى في, 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 في الشهر هذاك هو هذاك هو ايه اعطيني سلف لي راه 50 الف راه تشوف 50 الف هاد السمانه تدخل والله غير هاد السمانه قالوا هاد السمانه راح تعاود تروح لها هما داخلين هما بعد ايرور كيما قالت واحد جايلون وحنا بغينا نكذبوا على ولادنا ايه قلبونا نكذبوا على ولادنا يا عجب ترعش راه قلبي ولي وليدي نولي نقول له غدوه نشري لك كارطاب ولا محفظه يولي يقول لي ما كاينش معاك تكذب ولي وليدي يولي يكذب عليا يولي يقول لك انت كذاب لوين رانا رايحين يا عباد ربي ورانا عندو من قيس ورانا رايحين ولادنا لا خاطش كذبوا علينا ايه لا غالب لا غالب ايه عم خارجي الروتيرا تم يدو 1800 راه مكلاسيين لاين واش مكلاس مواد تاع لاين ديرو 30 سنه خدمه ميكانيسي عام معايا يا دين الله 1800 تخدم تعاود له موتور تعاود له ب 1800 في الشهر ويجيب له ميكانيسي مبرا يخدموا له ب 6 ملايين ما عندنا جابوه من برا 11 ملايين عاود والله عاود جابوه 11 ملايين دير كونفونسيون مع بيز ديتاش يعاود له فيه موتور حنا نخدموا ب 1800 في الشهر نعاودوه من تحت للفوق تمشي جابوه عنده شهر ويطرى مليح ودركا يدير معاه البينيفيز يدي 15 16 مليون وانت ميكازي تخدم 18 يخلص كاش يخلص كاش ياكلوا تشيبات ما بينك وتشيبات تاع عمرك ما تحكيش انا جابني هذا وجابني هذا على بالك رحم باباك باني تاع 1400 باني تاع 1400 نمت اللي يقول لك ما كاش دخان بلا نار سيك عنده باني مادام راك مستعرب بلي عنده باني ماشي 1400 عطاولنا واحد ماشي 14 كاس كرو كارونتي صغير يدير 15 عطاولنا واحد وقت الباني هذا ايه سبحان الله وبحمده وحنا إيه خلاص وما تقلك وما تقلك لا مادام ما كاش ما عندوش والله محيي اصلو كتاب صوت الحين خلاص جاي لهم الباني 8000 وطاوها لهم 7000 اشهر ونحاول لهم وسكتوا يا للاسف الكارثه الكبيره الخدامين الناس تدي فانت سامين علاه ماتوا الناس باني ديالهم فانت سامين دي تي بي تاع البرج ما حدش دي تي بي تاع البرج راه يسورو 9000 فرانك حنا على ما عندناش كاع النهار بريفالا النهار بريفالا بوي 1400 صح حنا على ما على عندنا 1400 14 سيكوند انا جايه 14 سيكوند صح بصح واش حاب يقول 14 سيكوند تاع واش 14 سيكوند شنو هادي خبزه نص خبزه حتى نزيد على الناس اسمع الناس 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 هي تدي فانت سامي لقاك ما تكفيناش فانت سامي طلعوا لنا 30 سامي حنا رانا كيما يقولوا كان يديونا لسهرة الاحلام نشوفوا هذه الفانت سامي تاع باني كيفاش دايره هضر على اشروت اشروت ما كاش هضروا 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 كانوا يديو 18000 هضروا ولا يديو فانت سامي ويقابلوا بهذاك تاع الدي تي بي اما لا خلاص باقي تولي كي خلاص بروجي تاع خلاص يخبوهم يحشموا بهم جوسكاكو خاوتنا راه يتموت خاوتنا راه يتموت ان فلوطوروت ان فلوطوروت هم يموتوا بريم دونجي ما كاش شغل ما تكل بحاشا سامعين ورانا رايحين بها او ما راحوش لديورهم سامحني سامع هذه شحال وما يضربهم طوموبيلات وربي يرحمهم ولي راهم باراليزي نوكلوا عليهم ربي هكذا ما دخلوا لهمش مام با في الدار قال عدام الله واجركم هاد المسؤولين بالذات ما قالوش مام با عدام الله واجركم واش خصكم واش كدايا واش الرب وين كان يخدم كان يخدم في دي تي بي هو عبد الحميد اسمه طيباوي أو. طيباوي محمد ضربته موطو ضرب تقريبا شهر في الكومه باراليزي هاك تشوفي ها 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 السيد اللي نحكي لك عليه ضربته موطو ضرب شهر في الكومه طيباوي هذيك اكسيدون ترافي ما طاوهالوش وانا ولادي ضاعوا ولادي ما لقيتش بان عايشها مسكين عينو ما ملاكش ما لقيتش بان عايشها عاد يطلبوا فيا كل يوم يطلبوا فيا كل يوم عطينا ما كانش ما عطيش بان وعندنا واحد المسؤول راحوا ليه للبارك قالوا له طلع السوسيال تاع الديار قالوا له مشي نطلقوا ما كانش السوسيال تاع الديار علاه هو ياكلها علاه هو يديها علاه يدي السوسيال تاع الاخر
تاع الوفاء تاع الختانه تاع المزيو تاع الاخر 40 مليون راه مسؤولين علاه الخدام ما يديهاش ماهوش يعطي فيها هو راه تعطيني فيها الدوله اسمع يا اخي الهضره تمشي يا اخي الهضره تمشي وعلى بالنا كاع يلحقوا يلحقوا الاخبار هكذا خويا كاين ناس دات 80 مليون من درهم سوسيال دوكا الدروا يديهم دوكا الدروا يديهم 80 مليون وانتايا يموت لك بنادم ما عندكش حق تدي تختن وليدك ما عندكش حق تدي سلفوا لي دراهم انا حنتزوج انا حندير اوبيراسيون ما عندكش الحق تدي هذاك على يدي 80 مليون او تعمل كاين خدامي تاع لي سانكور خدامي اسمح لي خدامي تاع لي سانكور كانوا بيجي تاعهم ما كانش خلصوهم من السكور هذه 8 ملاير عطاونا منها 500 500 عطاو لهم لي رابيل ديالهم وعطاو لهم لي رابيل تاعهم كاش والبيجي تاعهم كيدخل وين راح وين راه البيجي تاعهم سرقين سبحان الله سوسيال سيروا لهم عامين مضربين عليهم من اخو لازم تجيب سوسيال سوسيال تاع البارك ما على بالناش سوسيال لا فرع دار البيضاء فرع دار البيضاء مليار الفروع الاخرى يعطوا لهم 700 الف واحنا الفرع دار البيضاء كانوا يعطوا لنا 560 280 خدام كانوا ياكلوا لهم 140 الف للواحد وجدد احنا دخلنا في الدومين في الدومين الويت قال لهم ما عندكمش حق في السوسيال والدومين الديس دخلوا داو راني نهضر فيها مسؤولة على هدرتي والناس تشهد والناس راه شاهدة كاين اللي هنا اللي راهم معايا راهم شاهدين وكاين حاجة واحدة أخرى خاطر حنا خدامين اسمح لي الأخ وحنايا دخلنا جدد تاع الدومين ناف زادونا 200 ألف ومن بعدك عاودوا نحاوها لنا خلصناها واقيلا واحد شهرين هكذاك نحاوها اصبر نحاوها رحنا شاف السنديكة تاعنا تابع جيتية او تابع الدلدة البيضاء رحنا خدامين انا ما رحتش على كل حال بصح راحوا صحابي هضروا معاه قالوا له يا فلان هم نحوا لنا 200 الف وكل كيفاش يا اخي ما دام كاك سنديكة خدامين جاوا ليك طالبوا ليك اعانه وانت السنديكة فهمنا فيها ولا روح جرينا عليها واش قال لهم؟ قال لهم شغل ما ديروش على هدية وكلش قال لهم شغل اللي بانت له خدمه مزيان بوزيسيون خدم في لوطوروت ما كاش منها اللي ما يمشيش قاعد في الجزائر يمشي 140 160 اللي ما يمشيش تروازيام بوزيسيون هكذا رايح يحمي الكونت شونتي ادي له كاميون يا اخي كاين تاويل يا اخي كاين تاويل ادي له كاميون ادي له هذوك تاع لي سينياليزاسيون سبحان الله دليل على انه كاين لي طرافو لهنايا كاينه على الاقل هذاك اللي موراه يشوف من بعيد راه لونتي خويا تجي في الكاميون ولا تجي في الخدام اسمح لي وحنا بالبانو ولا لي موطا ما قدرناش نقطعو ضربت على الرئيس تاع فرنسا نهار جا ولا غاب لي بانو ولي موطا لي قطعونا وما قدرناش في الليل خدمونا برمانوس وما عطوناش ريكيبيراسي تاعنا خدموهم ليل نهار مسؤولين خدامين شنو تاع الصباح مسؤولين كيجيو خدامين تاع دي تي بي كيجي خدام تاع دي تي بي او خدام او يبالي كيجي المسؤول يخبيهم اتخباو وتخباو علاه ان اكرمكم عند الله اتقاكم اخي رانا في دوله مسلمه بالك هو يكون من اهل الجنه والاخر يكون من اهل النار علاه تحشم به او ياكل بعرق جبينه خلاص يقولوا لي دلموسخه تاكل خبز مقي ايه علاش تقاعد لي بروجي الدنيا ب 80 مليون مليار 500 مليون منا لي سابارتيوم منا وهدايا ما هو خلقوا ربي يا اخي عنده حق ولا لا خلاص عنده حق يديه على 200 الف نحوها تما كملتهاش مليح انا القصه تاعها ماشي كملوا راحوا ليه واش قال لهم لا ريبونس تاعو واش قال لهم؟ قال لهم يا ولادي لقيتوا خدمه غير روحوا هذه الشركه ماشي تاعها صح هذه الشركه ما تستناو منها والو كانه الشركه تاعو ولا تاع بيو قال لهم هذه الشركة مقملين تتكتب في الباب كأنه بارم تاع مانيش عارف إلا شركة مقملين لا يقصد الباب تاع الوزارة ولا الباب تاع المديرية ولا الباب تاع البرك هو ياكلوا القمل قول هذا ادعي لك الله وإن شاء الله هو ياكلوا القمل اللي قال وكي درنا النقابة صناباب قال لواحد من النقابة واسمه الهادي قال له هذو الجيجان إلا يوقفوا معاك معليش احنا الجيجان أنت يا السردوك واش درت؟ سار خيان سارك 20 سنة واش قاعدك فيها؟ وزيد بزياده كاين حاجه واحده اخرى كاين يحكموا لي بروجي ما يتفاهموا مع البريفي واش يديروا يدوا خدامين تاع دي تي بي تاع المؤسسه يروح يخدم به وخدام على بالوش قانون فيديو ما كاينش شكون يتقاس يتقاس كانه شغل شحمه وكلها قط روح تريح في داركم نعطيك 20 يوم تروبوزيها قاعد بيا او ما سيري او ما سيري تسمى هادو 8 سوايع انا نفهم باللي من 8 لاربعة تاع العشية اما سيريهم في كازيرا اخي هكذا نورمالمون ديكلاريه خويا العزيز ايش دوبي ما قال ايه ديكلاريه
ايديكلاريه صرات له اكسيدون عندك ولا تما انت تحمل المسؤوليه ديالو. تما انت لازم يطيعك راه يخدم لك في دارك ولا بروجي ديالك والبلديه اللي راك مسيني معاها هكذا وكي يتقسم على بالك شبيه الربح اللي ربدي تي بي وريلك شو هذا عنده باين يخدم تي بي. ماكاش هكذا ما كان والو هكا بروفيسيونال لا ما على باليش انا لا فيش دوباج ما كان والو ما كان والو ماشي بالعنس كاع ما كان والو ما تزيستيش غدوا مغدوا خير من لك دوسي قلت جامي خدمت هنايا ما كان والو ما نعرفوش وكان نعرفوش اسمح لي تو شوف فونكسيونار عنده كارت بروفيسيونال بريزونتيها نورمال خدام هذا والله العلي العظيم دخل انا هذوك الكره عليه هذوك يقول انت وين تخدم تخدم هنا ما يعرفنيش ما عرفنيش بلي خدام عنده كيف رب لك خدام لا عطيني كوار عطيني كوار بلي خدام عنده عطيني كوار خدموا به عطيونا بيان كان والو ما كان والو الراجل جاي يقطع له طوروت قالوا له بلي اشهدوا عليه اشهدوا الخدامين قالوا لهم اشهدوا بلي كان مسكيفي من الخدمه كان خدام علاش كان مسكيفي من الخدمه حتى وحبي يسكيفي مازالوا في السوايع تاع الخدمه ومازالوا في الشونطي عنده من 8 عنده من 7 ل 8 وعنده من 4 ل 5 قانون انا رحنا نشوفوا رحنا نشوفوا ما كلش داير قال لي ديبوزي كازورا 18000 قال لي هنا مبالي قال لي باك سراقكم ديكي كازورا 18000 قال لي هكذا شور صالير قال لي باكش ما حد في كوميساريه والله هذا ما تنجم بقى ما قال لي طيب خدامين يخرجون باغ اكزومبل يخدموا في الليل ما كاش انت خدام كي تخرجوا يخدم في الليل دير ورقه بلي السيد هذا يخدم في الليل هو محمد والله والو طلعوا بالكاميو شتطيع طلعوا بالكاميو كي يشغل كرافي كيما حنا لحقوا الشونطي ليفري يحبط يهمبل ضرب الطوموبيل شكون قال لك خدم انت تخدم 8 4 واش خدمك في الليل يدور عليه يدور عليه وتقول له تقول له ما خرج وتقول له ما خرج المطرق المطرق شغل يكون ويدير عليك كومبلو لي زابي ويهدو ويهدو حبس لك الكونترا ما زيدش تجي مي زابي هكذا اخو بزاف بزاف امور خدموا لا روح شركه تاع بابا لو كان تحب تشكي فيهم ما يخلصوش والله ما يخلص زيد بزياده ما كاش مسؤول ما كاش مسؤول اسمح لي ما كاش مسؤول قيم الخدام وراح ليه صباح ربي كيجو يا صباح ربي ما يقول لك السلام عليكم ولا صباح الخير اقل شيء صباح الخير ولا يحكم الخدام هكذا يقول له بارك الله فيك ربي يعاونك يدير له الكوراج يحفزه ايه ما كاين والو يجي هكا مشنكين مزير وجهه تقول مسكر كاع بكادنا يجي اخدم واسي منا كلش كي يلحق زعما كاش حمله يجو قاعدين لازم تبانوا في الطريقه او جاي مسؤول عاقب كلش لابوليس يكون مسكفين الطريق يجو زعما كاش وزير ولا رئيس عاقب روحوا تخباو حشموا بينا خبونا خبونا شنو خبونا ولا يخبونا غاشي غاشي خدمه تاعهم كاع باينه بصح تخسر لي نابورت واحد لابس اورونج قولوا له خدمه تاعك باينه يخسر البلاكه يخدم خدمه الزبال خدمه العقوبه يرفد البونتات اقسم بالله البونتات ورق تاع الشجر فهمتني يقع تاع البول يقولوا بهم في الطوموبيلات يرموهم لقيتهم يبالي له طرود اسمح لي يقطع الشجر اللي يدير الكريتون خدامين يخدموا في ديارهم خدامين دوم يخدموا في ديارهم المسؤولين مازالهم كاين يديروا لهم الكامضة يديروا لهم العفر كاين حوايج دوك راهم يخدموا في ديارهم كاين حوايج ما كان من الشركة كاين حوايج سمعت من هذا الشركة اسمع الشركة هذه انا محقورين فيها انا محقورين بزاف لا راح قرا بزاف محقورين بزاف 100% كاع وما كاين شركة محقورة كيما هذه نزيد انا عشت الالهيه وزيد بزياده الالهيه اسمع لي وزيد بزياده زيد بزياده كي تطالب بحقك واش يقول لك اه زعما تروح كاش مسؤول اه عندك الحق يدير لك هذيك الخدمه تاع باللي وداخلين راح راك في لاتوش من بعدك نقصر معاك ولا ما باش ندير لك من بعدك يزيد واش يقول لك غير شرعيين ماشي شرعيين ومن بعد يدير يختار على خلاص خلاص الفريق شهاده تدوس مشيده ما ديناها حاجه نلفها عليها عندنا المدير تاع دار بيضاء بن عمو دخل معنا في الدومينيف علاه هو ترسم واللي عنده 20 سنه ما يترسمش باه زايد هو باه زايد علينا هو وليد 12 شهر وحنا ولاد 9 شهور خويا العزيز اقسم بالله عليكم اسمح لي كليتو شبعتو ديتو المليارات ديتو الدولارات كليت قلبت الدنيا حنا ماناش نحاسبو فيكم اعطونا حق بس اسمح لي الان اعطونا حقنا وبس احنا واش نطالبوا حقنا ما نتاع فوضى ما نتاع مشاكل ما نتاع تكسار ما نتاع ترياب ما نتاع فتنه ما والو حنايا مربيين لي ماشي قاري فينا مربي لي ماشي قاري فينا مثقب عنده شبعان هنا ماشي جي شبعان في راسه لاباس به الحمد لله ماشي جيعانين احنا واش نطالبوا
ما نحسبوا في الدوله ما نحسبوا نعيشوا الحمد لله معيشه بسيطه نقدروا على القدره الشرائيه ما سرقتوا سرقتوا بزاف خلونا شويه يا صاحبي شهريه كيما الناس فطور كيما الناس هكذا اخويا العزيز ابريم كيما الناس ما عندناش لي بريم سامحني ما عندناش لي بريم يدخلونا كلش بالسالار دوب في الشهريه ديالنا هكذا خلينا من هذيك تاع السوسيال تهفني 500000 خاطش 500000 دوكا لطفل صغير ما تكفيهاش كون داخل لمسيد والله ما تكفيه تحيري لا تشريها له حوايج ولا 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 ترينيك ولا ما فهمتش انا الدور تاع الخدمه تاعك واش ياكل هذاك سقمو لنا الوضعيه هذا ما كان كاين ستاتي كاين ستاتي بارتيكوليير كاين عطونا ستاتي ديالنا خويا العزيز شهر كيولي يديك 8 ملايين ونص 3 ماناش نقولوا 7 8 رجعونا كيما سوناطراك ولا اير الجيري ولا ما على بالي حنا كيما الناس 3 ملايين 3 ملايين ونص كيما ما يقولوا القدره المعيشيه الحاله راهي تزيد خويا العزيز الحاله راهي تزيد بطاطا 5000 حنا ما نقدروش نشرو بطاطا خاش باني ديالنا 1400 لازم تنجي وربعه باش نشرو كيلو هبال يا خو 5500 هبال سبحان الله وبحمد الله كاع راهي تزيد سباغيتي ما كاش حاجه ما راهيش تزيد بقات غير الدي تي بي ما مشي يزيدوا لهم هذه هي بصراحة هذه هي دخلوا انا في سنتيكا سبحان الله نحوسوا صالير كيما تاع الناس ما نتسلفوش ما نتسلفوش ما خويا عنده وانا عندي وهذا عنده نقولوا كاع الحمد لله هذا عطينا حقنا حقنا ماشي مزيه حقنا يا خو ما نكريديوش نخافوا نموتوا نموتوا بالكريدي يا خو كيش حتقابل ربي تموت بالكريدي انا كي دخلت انا كي دخلت نخدم كانت الخوات تطلب خبزه وشكار حليب هذيك لاباس رحمه هذيك من وقت شو هذا بكري الناس اللي قالت بكري تطلب شكار حليب وخبز دونك هذه لحقنا معنا اكسيدون هاو شوف لك شوف ضربة بالطوموبيل شوف ها امرك يا شوف يرحم باباك هدايا هدايا مضروب ماشي غير هذا راه تطمع فيه تطمع فيه رجليه فيزو تطمع فيه راه يخدم لك ها هذا تطمع فيه يخدم لك هذا كي تخلى كاع اعطي له كل شيء وديروا على السال الحمله ولا اي وقت يقول له روح تخدم روح تخدم خدام هذا وخدام المهم تتبيع يا سيدي ديروا عندي الباب هذا 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 شنو خدام هذا ما فيه خليه يهضر خليه يهضر كيف ضرباتك برك الطوموبيل كنت نبالي في الطريق حتى ندخل فيا ديريكت ومن بعد واش عطاو لك واش عوضوا لك ما عوضوليش ما سال دوك مدومي الناف ما سال يضك مدومي الناف اه مدومي الناف ما سال يضك حسبي الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل يا دراهم والله ما محوشين علينا كامل والله موت كيف كيف ما عندوش حاجه به كاع الدار البيضاء مسكين كان يخدم في لوطورود دوك راه معوق راه يمشي بالبيكيات مسكين دوك المعرفه راه المعرفه تلقى عاود صح وعلى مسكين ما يديش حقك وعلى ما يديش حقك عند الباب وعلى الدوله ما تكفش وهذا معوق مضرب على الوزاره ما تكفش به هذا انت تطمع هذا تطمع فيه انت انتهي بالي وعلى ما يديش طب العمل المعرفه راني نشوف فيهم انا معرفه تلقاهم عند الباب صح يرفدك انت بالعائله هذا اللي من هذو البالا مين متهضروا انا حبيت ندير ميطاسيون ما قبلوش قول له البالغ اللي متهضر البالغ هذا السلطات السلطات الوزير الاول الوزير الاول منهم باش يتكفلوا بالناس اللي داروا لي زاكسيدون سيركيلاسيون اللي راهم كي بحالك ما يقدروش يخدموا انا كسروني فهم انا واحد راه معاه قدمه الهيه